نبدأ ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بركة، ايه فيديو جديد تاني وتاني على طول او نص نص مع احسن بيتزا في مصر الجزء التاني، بس بيتزا بيبروت. طبعا انت مستغرب جدا، ده شكل المكان اللي قاعد فيه وانا عامل استوديو، وبعد كده ده مش الاستوديو بصور فيه، ده في استوديو تاني خالص. كنت هصور في الاستوديو بتاعي بس الاستوديو بتاعي بعيد جدا شويه، فقلت لك عند واحد صاحبي في الاستوديو بتاعه عشان اصور ايه الحلقه بتاعت النهارده. احنا عملنا احسن بيتزا في مصر الجزء الاول من زمان جدا، تقريبا من سنتين، واختفينا خالص عن مقارنات البيتزا ومان نعمل فيديو بيتزا، وقلنا نرجع تاني النهارده بمقارنات البيتزا مره اخرى. بس كان عندي مشكله كبيره جدا. ايه هي بقى يا عم عمرو؟ هختار ايه؟ فعملت تصويت وصوت منكم 42000 واحد، 68% بيقولوا اطلب احسن بيتزا عندهم في المطعم، وفي 32% بيقول لا اطلب نوع محدد عشان يبقى مقارنه مظبوطه. وخلاص كنت همشي على التصويت، ولكن في كومنت غير مجرى الحلقه من محمد فهمي لما قال لي ان ممكن يبقى خدمه العملاء عليهم تعليمات ان هم ما يرشحوش قوي لاي عميل بيتزا معينه مثلا، ولو البيتزا ما عجبتنيش فممكن خدمه العملاء ده الراجل ده يتعاقب او يتحاسب، فانا مش حابب اعمل مشاكل لحد. وبرده فكره شويه منطقيه، احنا نحاول نساوي كل حاجه، فنختار بيتزا بيبروني. ليه بيبروني؟ بالنسبه لي فيها جبن هيبان فيها نوع الكواليتي، مارجريتا سيمبل قوي، الجبن بس مش احسن حاجه، فتبقى عند كل الناس فتبقى حاجه لذيذه، وما اعتقدش ان في حد بيكره البيبروني. فهنتكلم النهارده خمس مطاعم بيتزا هات عشان قبل كده ما هم دخلوش في المقارنه، ما كنتش عامل حسابي واحد في مليون ان انا هعمل التقييم ده من غيره الصراحه. دومينوز بيتزا، بيتزا ماستر، دبل ديز بيتزا، بريموس بيتزا، وهنطلب الحجم الوسط، وهنقارن ما بين سرعه التوصيل، السعر، الطعم، والباكجينج، والحجم او الطول بتاع البيتزا هنقيسها. مساء النور، كنت عايز اوردر لو سمحت. عايز واحد بيبيروني ميديوم، لا عاديه، عاديه خالص. وانا صراحة ما اعرفش اقرب فرع ليا ايه. كنت عايز واحد دومينوز بيتزا ميديوم. ايه؟ كنت عايز واحد بيبروني ميديوم. تمام. والتانية؟ عادية. التانية ايه؟ واحدة عليها واحدة فري. واحدة عليها واحدة فري؟ خلاص تانية سبايسي. بس كده نستناهم يجوا ونشوف ايه احسن بيتزا في مصر الجزء التاني. بيتزا هات وصل في 29 دقيقة بسعر 99 جنيه. يا رب اطلع حلو المرة دي. دي كلاسيك؟ ما انا عاملها كده ليه؟ ليه ده؟ ليه ليه رفيعة قوي كده؟ هم غيروا سياستهم؟ نقيس طولها؟ 27 سنتي. ندوق، بس قبل ما ندوق بس ممكن نجيب حاجة نشربها، لازم مشروب كده ينعنش الدنيا. يفتح نفسك على الأكل. بسم الله. ريحة مبدئية لذيذة، بيبروني عادية يعني، زيتون، مشروم، صلصة، جبنة، بسم الله. لذيذة. طعم البيتزا، المرة دي حاسس مخدومة شوية، يعني فيها شغل. بحب الصوت ده أوي. مظبوطة، بشكل كبير مظبوطة، مش متضايق منها، بس دي حلقة مقارنة، فيعني أنت لازم بقى تقارن بحاجات التانية، هيبان بقى مستواها فعلا، هل فعلا تنافس بقوة مع الأربعة التانيين اللي معاها ولا لأ، بس إلى الآن مبسوط الصراحة. وكسانة 100 جنيه في بيتزا ميديوم. بالتوصيل والضريبة وتمام، شغالة جدا حلوة طبعا جدا، بس ده مش معناه هي أحسن حاجة. هنكمل عشان نعرف إيه أحسن بيتزا بيبروني. ديمونوز بيتزا وصل في 20 دقيقة بسعر 85 جنيه. ارخص تقريبا 15 جنيه او 14 جنيه من اللي قبله، وكاتبين هنا منتجاتنا خاليه من الزيوت المهدرجه. اوكي جود. باكجينج بينها وبين بيتزا هات تقريبا مفيش فرق كبير، يعني هما كلهم نفس الحاجه تقريبا، مفيش حاجه مختلفه الا ما نفتح جوه نشوف. او ماي جاد، ده مكان مختلف. اسمك شويه، عقرب شويه، فهنشوف هتبقى اطول شويه ولا لا. دي 25، اصغر شويه، 25 سنتي. نفس ريحه بيتزا هات قوي، يعني انتوا بيتزا هات كان فيها مكونات اكتر، بس هنشوف دي بقى طعمها عامل ازاي. بسم الله. الى الان طعمه رهيب قوي من بيتزا هات، بس حاسس دي فقيره يعني، صلصه، بيبروني، جبنه، بس هي كده. فيها طعم كتير جدا من بيتزا زي ما قلت، بس بيتزا هات بقى مديها حاجات تانيه، زيتون، مشروم، حتت بيف كده. انا مصدوم على بيتزا هات، انا بشجع بيتزا هات دلوقتي، يعني بشكر فيهم اللي حصل في الدنيا.
ممكن تقول ان هي تو ذا بوينت قوي في بيبروني بس مع صلصه وجبنه، ممكن تقول لا هي ممكن تبقى فاضيه شويه مش غنيه اكتر بالمكونات، بس العجينه برضو هنا اعرض شويه، حاسس ان بيتزا هات كانت ادتني قطع مختلفه اكتر. هنقرر في الاخر برضو اللي بعده. بريموز بيتزا تقريبا دي اول مره نجيبه يظهر معانا خالص، دي سمعه كويسه في السوق، الناس بتقول ان هو مخدوم كويس، هيبان دلوقتي جايب الشوكه وسكينه ووايبس وكاتشب، بس بحب ساعات بحب الكاتشب. فده اول حد يجيب حاجه نايس. ايه ده بقى؟ اكل مختلف خالص. نشوف قد ايه. 23. هو الموضوع عمال يصغر، عمال يصغر ليه؟ الموضوع عمال ينكمش في حاجه، بس شكلها مفرح. حاسس هي مغرقها تشيز قوي. في خضار بيبروني منقط منها. واو نايس. شاطر شاطر. انا من كتر ما هي حلوه نسيت اقول هما وصلوا امتى وسعرهم كام. وصل في 32 دقيقه بسعر 81 جنيه، ارخص منهم كلهم، والصراحه تحفه، طعمه حلو. هو ما فيهوش صلصه بس العجينه يعني سميكه من تحت، حلو خادم البيتزا جدا. العجينه مش ما بتعجنش في بقك قوي، طعم البيتزا حلو فعلا. بيبروني، زيتون، فلفل اخضر مش باين قوي بس عامل لمسه كده حلوه، وجبنه كتير قوي من فوق. انا عجبني جدا. هل ده البيبروني صح ولا هو طعمه حلو؟ طعم الحاجه خرجت بره موطنها الاصلي، ما بقتش حاجه صح. يعني السوشي مثلا بقى ما خرج بره اليابان ما بقاش اسمه سوشي، يعني ما بقاش سوشي الاصلي. فهنا بقى اللعب بيحصل بعد كده، كل واحد بقى بيحط التاتش بتاعه. اصلا كده كده ناس كده يقول لك البيتزا يعني في صلصه، بعد كده شهر لا في مش شرط يبقى في صلصه وهكذا. يعني انا مبسوط بيها، يعني مبسوط جدا بالبيتزا دي، حلوه. ممكن صغر سيكا بس مشهور قوي بالسي رانش ده، هذا ما يقال عنه يعني جامد. بريموز ليه فانز كتير جدا، يعني ممكن لما نعمل كده تاكل من بريموز بيتزا ولا ايه؟ ده يا متفوق بجداره. حلو المشروب ده. بيتزا ماستر وصل في 37 دقيقه بسعر 127 جنيه، ده اغلاهم الى الان. بس هو جايب تو بيتزا، وواضح جدا من اللوجو بتاعهم ان هو اطلب بيتزا خد اثنين، يعني ده واضح ان هو ده اللي عندهم. دي حاجه جامده جدا. اغلى واحد كان بيتزا هات كان ب 99 جنيه، قول 100 جنيه، ده اغلى منه 28 جنيه، بس ادفع 28 جنيه زياده من بيتزا هات واخد بيتزا زياده، ده قرار صعب. وجايب عم حزوم بقول ده اربع كاتشابات في هذا الكيس. اوكي في واحده عاديه وواحده سبايسي. السبايسي حاطط فيها هاليبينو بس، انا هندوق العاديه. وقبل ما ندوق 25 سنتي. رجعنا تاني، بدأنا نطلع مقدمه تاني كده، حمست الحلقه على رأي منعم. بس دي واضح ان هي او طبعا بيتزا ماستر مشهور جدا في مدينه نصر، في مصر بشكل عام يعني، انه يعني اكيد بنت شايفينه بتاخد اتنين على واحده. بس البيتزا ما شاء الله سميكه وريحتها حلوه، واضح ان هي مخدومه كويس بشكل كبير. بسم الله عشان انا خلاص انا ريقي جري. بص هي حلوه ولكن فيها بصل مبدئيا، مش مشكله يعني كواحد مش البصل مش دي المشكله، المشكله ان الخضار كتير ومغرقها خضار من تحت. هي حلوه انك تشبع، انت ممكن تاكلها وتشبع، بس ده دي مش ستايل بيتزا قوي يعني. الخضار ضارب قوي، باكل بيتزا خضار عليها بيبروني، يعني بيبروني ايه مجهد، بيبروني مجهد يعني. هو حاطط على كل سلايزايه واحد بيبروني واحده بس، مش ده اللي انا عايزه يعني، مش ده اللي انت بتاكله عشان تاكل بيتزا بيبروني فتلاقي البيتزا كلها خضار من تحت ككميات ولحد ما كواليتي لذيذه. بس لا يعني اختار بيتزا هات ما اختاروش هو. لو افتكرت منهم حلوه كنت هقول كاتشب وموضوع البيتزتين، بس مش همشي معاهم في الحته دي. نروح لاخر واحد عشان نعرف بجد ايه احسن بيتزا. دبل ديز انا ما اعرفوش الصراحه يعني، او جربت مره زمان مش فاكر يعني، هيبان دلوقتي. جايب برده لمسه حلوه منه، انا ما اعرفش ليه جايب معلقه، يعني ليه حد يجيب معلقه في البيتزا؟ بالله عليك ليه تسوي كده؟ بس جايب جلافز محسوبه لقلبي. وصل فيه 41 دقيقه بسعر 109 جنيه. كاتبين مكونات طبيعيه 100%، جبنه اكتر 40%، صوص البيتزا اكثر تميزا بدون اي محسنات صناعيه، انواع بيتزا فريده، اكثر اضافات على الاطلاق. ما شاء الله اكثر اضافات على الاطلاق فعلا. وقبل ما ناكل 27 سنتي هي كده، ده المقاس الاكبر الى الان اللي هو في 27. هي وبيتزا هات كانت 27 سنتي كانت اكبر حاجه الصراحه. فندوق ندوق بسم الله. نسخ بيتزا هات بشكل كبير في المكونات، صلصه مشروم زيتون بيبروني وجبنه من فوق،
حاطط جبنه كميه كويسه، سمك البيتزا مناسب حلو، طعم مش وحش ومش طعمها حلو بس ما خطفتنيش، يعني مع انها نفس مكونات بيتزا هات بس هي مش طعم بيتزا هات زي دومينوز، يعني دومينوز كان طعم بيتزا هات بشكل كبير قوي، نفس الصوص بتاعتهم شكلها فاهم يعني، الموضوع مختلفين الصراحه. انا كده هضطر الصراحه اخد كمان واحده، مقلل شويه الصلصه طعم توم كده، ممكن عادي بنسيب اخر بق في اخر الاكله بتاعتنا، مش لاقيلها حلوه غريبه مش زي الحاجات اللي فاتت خالص، احسن بيتزا ماستر يعني، حاسس ان هم مفقدين شويه افتر تيست بس يعني، هو في طعم كده هم مش عندهم يعني، في حاجه ناقصه، في حاجه اصلا مش لاقيها، في تيست كده يضرب معاك في حته فاهمين، حلوه ومخدومه كويس بس غاليه طبعا يعني غاليه من ناحيه الطعم، فانا صراحه اختار بريموز، خطفني حرفيا جامد، واخر واحد هي بيتزا ماستر ما عجبنيش مع انه مشهور وكتير بيحبوه بس انا يعني وسط النوت دول لا مش قد كده. بعد كده بيتزا هات دبل ديز دومينوز بيتزا، دومينوز ما كانش مخدوم بس كان فيه طعم شويه من البيتزا، ماستر كان ضايع مش بيتزا، بيتزا هات بقى كان خادم البيتزا بشكل كبير، ودي انا صراحه مستغربها. بالنسبه للحجم فاكبر اتنين كانوا بيتزا هات ودبل ديز، بعد كده عندنا دومينوز بيتزا وبيتزا ماستر، واخر واحد وكان اصغرهم بريموز. بالنسبه للاسعار فارخصهم كان بريموز بيتزا، وبعد كده دومينوز بيتزا، وبعد كده بيتزا هات، وبعد كده دبل ديز، وبعد كده اخر واحد واغلاهم كان بيتزا ماستر. بس في نقطه مهمه جدا، وان هو ما بيخيركش انك تاخد واحده بس تمام، فانت انا مجبر تاخد اتنين، هو كعرض اتنين حلو لكن بس كواحد انا ممكن في افرض انا عايز اخد واحده بس مثلا. دي كانت اول حاجه. تاني حاجه لما جربنا نطلب نفس الطلب ده بالظبط من احد الابلكيشنز طلع ارخص ب 10 جنيه، ده معناه ان الراجل بيحاول يلبسني في التليفون ب 10 جنيه، تو ويرد جدا، المفروض انا اصلا بكلمك انت شخصيا مفيش حد وسيط ما بيننا، وده دول مش عاملين عرض على الابلكيشن التاني ولا اي حاجه، بس ليه كده؟ مش فاهم حاجه ولا انت فاهم حاجه؟ بس كده. فبالجدول الحالي قدامنا كده بالارقام، الاول هو بريموز بيتزا ب 21 نقطة، وبعد كده عندنا بيتزا هات ب 18 نقطة، وبعد كده عندنا دومينوز بيتزا ب 17 نقطة، دبل ديز ب 15 نقطة، واخر واحد بيتزا ماستر ب 10 نقط بس. بوم. حلقة جميلة انا مبسوط بيها الصراحة، فيديو حلو، فيديو جميل الحمد لله، بغض النظر ان ده فصلت بعد كده جبنا واحدة تانية منور حواليا كده، فيديو خلص خلاص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، عايز اسمع رأيكم طبعا في الكومنتات تحت، قولوا اللي انتوا عاوزينه في الكومنتات، وصلنا فيديوهات جديدة جامدة حلوة مثيرة لذيذة جدا ان شاء الله. بس كده كان معكم عمرو الشريف من قناة عمرو الشريف، وسلام. اوعى تقفل تاني.